دخلت مظاهرات السويداء يومها 16، حيث تجمع العشرات من المحتجين وسط ساحة الكرامة في المدينة وجددوا مطالبهم بإسقاط النظام. رفعت إدارة شركة الهرم للحوالات المالية أجور التحويلات الداخلية في كل فروعها، وبحسب الموقع الرسمي للهرم ارتفعت أجور تحويل الحوالات الداخلية في جميع فروعها بالمحافظات السورية ابتداء من شهر أيلول الجاري، مسجلة نسبة الزيادة الأعلى على التحويلات في ريف حلب ومحافظتي الحسكة ودير الزور. يأتي ذلك على خلفية القرارات الاقتصادية الأخيرة الصادرة عن النظام، في مقدمتها رفع أسعار المحروقات. أفادت مصادر محلية لتلفزيون سوريا أن الأهالي في مدينة نوى شمال درعا يعانون من أزمة كبيرة في مياه الشرب منذ أيام وسط ارتفاع أسعار مياه الآبار المنقولة عبر الصهاريج. وذكرت المصادر أن شح مياه الشرب التي تصل إلى مدينة نوى عبر شبكات محطة العجم يزداد يوما بعد يوم في ظل ارتفاع أسعار مياه الآبار، إذ بلغ سعر الصهريج الواحد نحو 70,000 ليرة سورية، مشيرين إلى أن السبب وراء أزمة المياه في أحياء من المدينة يرجع إلى فساد موظفي شركة المياه التابعة للنظام عبر تلقيهم رشاوى من بعض مسؤولي أحياء معينة مقابل تخصيص حصص إضافية لها. أفاد موقع جلوبال المحلي بارتفاع أجور المعاينات الطبية بمناطق سيطرة النظام على خلفية انهيار قيمة الليرة. وأضاف الموقع أن كلفة أي معاينة لأي اختصاص ما عادت تقل عن 30,000 ليرة وقد تصل إلى أكثر من 100,000 وسط غياب التسعيرات الرسمية من قبل وزارة الصحة أو عدم التزام الأطباء بها. هذا وأشار المصدر إلى تدرع عدد من الأطباء برفع أسعارهم إلى غلاء إيجارات العيادات واللوازم الطبية وحوامل الطاقة. أصدرت وزارة التربية التابعة للنظام تعميماً يحظر قبول الاستقالات للمعلمين والعاملين لديها تحت أي ظرف بحسب وصفها. وأشار التعميم أيضاً إلى إيقاف العمل بالتفويضات الممنوحة لمديري التربية في المحافظات السورية، مطالبة برفض طلبات الاستقالة أو الإجازات الخاصة بلا أجر أو طلبات النقل لأي أسباب إن كانت صحية أو دراسية أو اجتماعية أو إنسانية وفقاً للتعميم. شهدت أسعار مواد التنظيف ارتفاعاً كبيراً في مناطق سيطرة النظام بنسبة تجاوزت 60% مقارنة بالشهر الفائت. وبحسب صحيفة الوطن المقربة من النظام، فقد وصل سعر سلة المنظفات الشهرية التي تكفي لعائلة مكونة من 5 أشخاص إلى 500,000 ليرة سورية، بعد أن كان ب 300,000 ليرة، في حين أرجع رئيس لجنة المنظفات في غرفة صناعة دمشق هذه الزيادة السعرية إلى ارتفاع أسعار المحروقات وحوامل الطاقة ومستلزمات الإنتاج الأخرى. ختام نشرة أحوال لحلقة اليوم، أما الآن فإلى ملفات الليلة، ونبدأها بإلغاء الأسد لمحاكم الميدان العسكرية.